ويبحث عن الفاينل. كرة مدريدية في الجهة اليمنى، حذاري من كرات عرضية بينية والدفاع يتدخل، وكرة مميزة لكن مرت محادية لمرمى وليد. فرصة كانت مميزة وكان بإمكاننا أن نتابع الهدف الأول لمصلحة نادي ريال مدريد. جانب الجولياتور الهداف عمر صادق، كرة بينية في الجهة اليمنى، انطلاقة مغربية لكن الدفاع المدريدي تكلم عن الألقاب، تحكي عن الأمجاد لفريق توارث حبه الأجداد قبل الأحفاد. كرة من جديد لمصلحة فريق أبناء الأكاديمية، هل تأتي الكرة العرضية؟ والدفاع المدريدي يبعد كرة إلى خارج أرضية الميدان. في المباراة الترتيبية كرة من جديد تلعب برمية جانبية تصل في اتجاه حذاري يا وليد. حسن كبوف للسلام في الجهة اليسرى، حسن ماري، حسن يحافظ على الكرة. الأكاديمية اليوم استغلال أمام نادي ريال مدريد العريق للجهة اليمنى، إبراهيم خوسي، خوسي للسلام إبراهيم، والدفاع يتدخل والكرة تتحول لركنية لمصلحة جانب الياس على كريمي. اليوم يغيب في ذلك المكان لفريق سيطر عبر كل الزمان، عفوا أوروبا، عفوا يا عالم. كرة مدريدية في الجهة اليسرى يبحث عن التحضير، تعود الكرة مرة أخرى لنادي ريال مدريد والدفاع يتدخل مرة أخرى للمرينكي. الدوري رقم قياسي في دوري الأبطال، كرة مدريدية حذر من التسديد، مراوغة جميلة تسدد، كرة في المرمى محادية لمرماك يا وليد خارج أرضية الميدان، لم تكن هنالك تغطية، سددها سامويل بولو والكرة مرت محادية، مرت سليمة على مرماك يا وليد حاسبي، كنت محظوظا في هذه الكرة لأنه التسديدة سددت ووجهت بطريقة مميزة. التغطية حاضرة من حسن كبوب، بينيات مدريدية، حذر من التسديد والدفاع يتدخل. الله عليك الله عليك، أخرى قد تكون في المرمى، عمر صادق، الله الله الله، كرة مغربية انطلاقة لكن تصل وليد الحذر، وينبغي على الحائط الحذر، وليد في المكان المناسب أبعدها وليد حاسبي إلى ركنية لمصلحة نادي ريال مدريد. هذه لأن الريال تعود على الحضور في هذه البطولة، ثامن مشاركة الفريق، لم يغب فقط إلا عن المشاركة الأولى. عمر سيحصل عليها، عمر صادق دائما صادق في مجهوده. طرفين شخصيا ذكرني بيوسف النصيري، لو تعرفون هذا اللاعب يوسف النصيري وخريج الأكاديمية، هدف المنشود من جانب كلا الفريقين. رقم 14 ياسين خليفي، عرضية من ياسين عدت من حسن كبوب تصل لجيليرمو ألونسو. على سبيل المثال أكاديمية محمد السادس واجه المدرسة الإيطالية التي لم أعلق عليها، ولاحظت بأنه في ضعف يعني ما بين الخطوط، خاصة ما بين الدفاع وما بين وسط الميدان، دائما ما يقوم سبعة ضاعت منه. الله 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 على فدائية في الجهة اليسرى، انطلاقة ياسين الخليفي ببينية ذكية، انطلاقة مغربية الدفاع المدريدي، لكن حكم المباراة قال فيها خطأ. نادي ريال مدريد في مناطق الدفاعية، عملية الشد كانت واضحة من جانب اللاعب يوسف شاروك، لكن قبل ذلك التغطية كانت مميزة من جانب المدافع الإسباني المدريدي. لكن مرة أخرى لمصلحة أبناء الأكاديمية، الله الله، وصلت إليه، هل من عابر سبيل وهل من جسر يوقف حسن أكبوب؟ حسن أكبوب يسدد، وغيليرمو ألونسو كافية حتى يضع في شباك غيليرمو، سددها من مكانه. أكاديمية هي دقيقة إضافية أضيفت كوقت بديل لهذه الجولة الأولى. كرة من جديد لنادي ريال مدريد، تسديدة جميلة عدت، مرت حذاريا، ينبغي الحيطام، يونس خليفي، ياسين، كرة وانطلاقة مدريدية في الجهة اليسرى، ينبغي التدخل الدفاعي، حذاري من التسديد، فتح الزاوية، لكن الحارس يتدخل في مناسبتين. وليد حاسبي فتح الزاوية بعد فعل، انطلق، توغل، تغلغل، سدد كرة، وجد الحارس وليد حاسبي. أن نعتمد على حسن كبوب لاعب مهاري، لاعب عنده القدرة على الحفاظ على الكرة بعرضية طويلة. وعمر صادق ايضا بالراسيه حاضره، انصاف الفرص، راسيه براسيات عمر، شوف كيف ارتقى في زاويه صعبه جدا بمؤخره الراس، كاد ان يضع في مرمى كيليرمو.
نعرف أن ندافع. فريق الأكاديمية يعرف فقط أن يهاجم عليه من يلعب الهجوم. كرة من جديد في الجهة اليسرى، لكن هي خيارات المدرب، هو الأعرف والأقرب. كرة وانطلاقة مدريدية عرضية بينية، عدت فرصة والدفاع يتدخل. الله يا وليد، واضح بأن الشوط الثاني تقريبا بنفس الأسلوب للمرحلة الأولى من هذه المباراة. بينية مدريدية وكرة في المرمى، نعم، لنادي الريال عن طريق البديل ماريو مارتين. ماريو يسجل لريال مدريد. كرة كانت مميزة للفريق الملكي في شباك وليد حاسبي. الملكي يتربع على عرشي من شائعة بينية كانت جميلة. تحسس الخطر ابناء الأكاديمية فأحسوا بالضرر بكرة مميزة من جانب المتألق مارتين. ماريو مارتين يسجل الآن بعد استقبال هدف. هل تتغير الأمور؟ هل يخرج ابناء أكاديمية محمد السادس لمجابة ومقاومة الفريق المدريدي، أم أن الأمور ستستمر على ما هي عليه؟ القادمون من خلف أمان بدقة بإتقان وضع في شباك وليد، وأعلن عن الهدف الأول. إيريك غوميز عرضية من غوميز، حذاري من التسديد. الدفاع يتدخل ببسالة كبيرة جدا. والهداف عمر للجهة اليسرى، انطلاقة من شاروك، يوسف شاروك في اتجاه عمر. الدفاع يتدخل، كرة من جديد مغربية في الجهة اليمنى. هل يأتي هدف التعادل؟ ممكن من عرضية طويلة عدة مرات. بينية جميلة. الله 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 الله، ينطلق آخر راس في الجهة اليمنى، انطلاقة، فرصة جميلة. العرضية حاضرة لكن المتابعة كانت حاضرة. نادي الريال عند الدقائق الأخيرة على بعد 22 دقيقة، كرة وانطلاقة مدريدية، ينطلق من وسط الميدان، التغطية، انطلاق، الحارس يتصدى، يتدخل وليد حاج. هذه التمريرة المميزة الرائعة وسط المدافعين، لكن التدخل ايضا كان حاضر من جانب وليد حاسبي. حاول ان يحضر كره في الجاليو الدين شيفاني، وهي كره ليونس خراس، اخر راس والعرضيه طويله، الراسيه حاضره لكن مرت محاديه. كيليرمو الونسو في اول تهديد، الثانيه صاحب العماده من حصل عليها مباشره بعد خروج مع عمر صادق، وكره وراسيه رائعه مركزه لكنها ذهبت وعلت. فالإسباني حاضر عن طريق البديل ماريو مارتين. مغربية جميلة، يحصل على الكرة، يبحث عن التسديد فيها ركلة جزاء. حكم المباراة لم يعلن أي شيء، انتظار الإعادة من أجل التأكيد. هذه الإعادة هكذا جاءت عملية الاستلام، لا وجود لركلة جزاء أعتقد، لأن المدافع اتجه للكرة، لمس الكرة، وبالتالي أعتقد بأنه حتى الكباتن في الاستوديو ممكن عملية دفع قد تكون حاضرة من جانب مانويل سيرانو، لكن المدافع اللي تدخل في اللقطة الأخيرة يعني هذه ما بدات. مجددا في الجهة اليسرى، انطلاقة، فرصة للتحضير من على الخط. هل يعرض عرضية طويلة؟ أين هي الراسية؟ في الشباك. الله على هدف مغربي، الله على جبال الأطلس، هدف في توقيت حساس. أي سيناريو، ماذا أشاهد؟ ماذا أعاين؟ لا أمان للاستسلام، لا أمان للاستسلام بأجمل الفنون. شوف ارتقى وكأنه توين، ارتقى، تجوز أبراج الدار البيضاء ليضع كرة في مرمى كيليرمو ألونسو. القادمون من الخلف، البديل صلاح الدين شيفاني شافها في المرمى، شيفاني رأى في الشباك، شيفاني ناظرها في المرمى، وضع في شباك كيليرمو ألونسو. غاب عمر صادق وحضر والركلة، نيكولاس مارتينيز يضع في المرمى، نعم يضع في المرمى، لاعب مميز رقم 10 والوصول الأول في هذه المباراة. كرة مميزة ذهبت، يعني أرضية زاحفة تسكن مرمى وليد. هدف بهدف يا حسن أكبوب وكيليرمو ألونسو. مواجهة مغربية إسبانية. حسن أكبوب يضيع حسن. كيليرمو ألونسو يتصدم. كيليرمو ألونسو في المتابعة اختار قوية، لكن كيليرمو كان له كلام آخر، يتصدى الأولى. معليش يا حسن أكبوب، لا زالت الركلات في بدايتها. قلت وحوار، تصدى لها يا وليد وتعيد الأشبال الأطلسية في المرمى. يضع في الشباك ويسجل ثانيا، يعني 2 مقابل تضييع كرة مغربية وضع في سقف المرمى في الزاوية البعيدة عن الحارس وليد حاسبي اللي كان. كيليرمو صلاح الدين يسجل، يضيع صلاح الدين في العارضة. الحكم
سيأمر بإعادة تنفيذ. نعم الحكم سيأمر. جاليرو ألونسو هذه الإعادة اللي تقدم بقدمين، هذا مرفوض في التعديلات. تسجل في هذه اللحظات، هل يغير الاتجاه صلاح الدين؟ يسجل، نعم يغير اتجاه هذه المرة، يسجل هذه المرة، يدون ويدي كراتك يا وليد حاسبي إن لم تتصدى لها وليد، حتى وإن سجل الأشبال وليد هو مدافع يا وليد حاسبي في المرمى، حاسبي في المرمى يضع في الشباك، يسجل ديفيد خيمينيز. تدريبيين قوية جدا، واضح جدا، مركزة صعبة صعبة على وليد، يسجل من خلالها الهدف الثالث لنادي ريال مدريد. آخر راس يونس، آخر راس يونس، آخر راس يسجل، نعم يسجل رغم متابعة غيليرمو ألونسو التي ستعرج بأبناء الأكاديمية نحو التصدي لوليد حاسبي، لأنه ركلات ترجيح فيها توفيق كبير. وضع يونس آخر راس على يمين غونزالو غارسيا أمامك يا وليد، وليد يا غونزالو، وتكون بعيدة، وليد يتصدى وتدخل، يتصدى وتدخل، تابعها كاد أن يحصل عليها وليد، كان مركز، كان مركز وليد، لكن مرت من تحت الأيدي لتسكن مرمى حاسبي وتعلن عن هدف آخر. أيوب سيسجل، أيوب، أيوب الحمامي، أيوب يسجل، نعم على يسار غيليرمو، يسجل على يسار غيلير. كرة الأخيرة يا وليد، هي الكرة الأخيرة يا وليد حاسبي، هي الكرة يا وليد. أكيد المشجع المغربي يقول أرجوك يا وليد، أرجوك يا وام خوسي، هو البديل ماريو مارتين، ماريو وليد، ماريو بعيدة، ماريو في الشباك، نعم في الشباك. ريال مدريد رسميا إلى الفاينل، إلى النهائي، مبروك للملكيين.